من أفضل أجهزة البوكس المتوفرة في السوق الجزائري والسوق العالمي. آخر إصدار أو إنتاج من شركة الميكول في 2024، هذا تقريبا جهاز متكامل يقدر يحول لك التلفاز العادي من جهاز تلفاز عادي إلى جهاز تلفاز ذكي سمارت، وتقدر تتصفح العديد والعديد من التطبيقات وتنزيل أيضا التطبيقات ومشاهدة اليوتيوب عليه والقنوات. كما نشوفوا جهاز من شركة الميكول، اسم الجهاز ميكول كأم دو بليس ديليكس. كما نشوفوا الآن هذا هو جهاز الميكول، راح نشوفوا المواصفات على السريع. 32 جيجا في الميموار، 4 جيجا في الرام. اسم الجهاز كام دو بليس ديليكس. هنا هي بعض المحتوى الداخلي للجهاز: يوتيوب بريميوم فيديو، 4K الترا اتش دي، اتش دي ار ديسبليز، دولبي فيجن. من ناحيه التطبيقات، اوتوريزي من عند جوجل، يعني مثلا عندك نتفليكس تقدر تتصفح نتفليكس ومشاهده الافلام عليه والقنوات بصفه عاديه جدا و جودة قوية جدا. من ناحية الجهة الأخرى راح نلقاو البروسيسور الخاص أو المدعوم على جهاز البوكس كام دو بليس ديليكس S905X4، أحد أفضل أجهزة أو أحد أفضل المعالجات في البوكس. هنا راح يتوفر على اللاين RG45 واي فاي 6 وبوات فوكال. من الخلف راح نلقاو بعض المواصفات. هنا راح نلقاو الواجهة الرئيسية لجهاز البوكس كام دو بليس ديليكس اندرويد 11 كما قلنا، يدعم الهاي جوجل، تقدر التحكم بحث الصوتي في ريموت كنترول، يدعم الجوجل بلاي كما قلت لكم خاوتي، يدعم الكروم كاست اللي تقدر تعمل بارتاج الهاتف تاعك الى جهاز التلفاز، 32 جيجا في الميموار و 4 جيجا في الرام. هذه العلبه خاصه بجهاز الكام دو بليس ديليكس، افضل جهاز بوكس تقدر تستعملوا في مشاهدة القنوات والعديد والعديد من الميزات. وراح نطلقوا في الأخير للسعر الخاص به. راح نشوفوا الجهاز، كما نشوفوا هذه العلبة أو جهاز البوكس الخاص بنا، راح نشوفوا هنا من ناحية الوزن حوالي 200 غرام. هنا راح تلقاو في الفوق الشعار أو الاسم الشركة ميكول، هنا راح نلقاو تقريبا الزجاج. هنا الواجهة الأمامية لجهاز البوكس HDMI إلى غير ذلك. هنا راح نلقاو من بعض المنافذ، منفذ الكارت ميموار لزيادة المساحة التخزينية للبوكس. هنا راح نلقاو ثقبة صغيرة تحت الكارت ميموار تقدر تعمل بها ريزات للجهاز. وهنا راح نلقاو الشيء السلبي في الجهاز، انه يدعم 2 من المنافذ USB لكن 2.0 وليس 3.0. هنا في الجهة الاخرى راح نلقاو اهم المنافذ في جهاز البوكس: منفذ الخاص بالشاحن، منفذ اللاين، منفذ RG او منفذ ال HDMI، منفذ الافي، منفذ SPDIF، منفذ ليا. في الجهه الاخرى راح نلقاو بعض المواصفات للجهاز من ناحيه الميموار والتصنيع، وايضا قوه الشحن 12 فولت 1 امبير، والموديل كام دي بليس ديليكس، والماك الخاص بجهاز البوكس. راح نلقاو بعض المنافذ المفتوحة في الجهاز من تحت، هي من أجل التهوية لجهاز البوكس. قوة يأسر هذا الجهاز ليقدر أو ليريد استعمال الجهاز من شركة الميكول، تقريبا شركة معروفة في السوق العالمي. هنا راح نلقاو في العلبة الشحن الخاص بجهاز البوكس، هو يأتي باللون الأبيض. فيه العلبة راح نلقاو ريموت كنترول اللي يجي مع جهاز البوكس كما نشوفوا الآن، جي طويلة عكس الريموت كنترول الخاصة بجهاز كام دو بليس القديم. راح نلقاو بعض الأزرار المهمة، أزرار للدخول مباشرة لزر اليوتيوب، نتفليكس، بريمي فيديو، ولتسريع الجهاز زر الهوم، زر البحث الصوتي، زر البارامتر، وأزرار خاصة بالأرقام. فيها ميزة جميلة جدا كما قلنا، فيها تدعم البلوتوث، تقدر تصفح او تتحكم بالجهاز حوالي 10 امتار عن بعد. وراح نلقاو الكابل HDMI اللي يجي مع جهاز البوكس كام دو بليس ديليكس، اللي يقدر يخرج لك كواليتي ديماج 4K ريال. الان وصلنا للسعر الخاص بالجهاز. حاليا السعر حسب المنطقة اللي تواجد فيها الجهاز في السوق الجزائري، لكن سعر الجهاز حوالي 2500 في السوق الجزائري بصفة تقريبية.
هذا جهاز بوكس اللي يستفيد من الخدمة تاعو ونتوفر لكن بكمية قليلة. بالمقابل نتوفر جهاز الميكول كام دو بليس النسخة القديمة، جهاز قوة ياسر فيه العديد والعديد من المواصفات، تقريبا نفس مواصفات كام دو بليس، اختلاف بصفة قليلة بين الجهازين.